عدد مشاركات الدول العربية في كأس العالم كام؟ السعودية 5 مرات، المغرب 5 مرات، تونس 5 مرات، الجزائر 4 مرات، مصر 3 مرات. يعني بالصلاة على النبي احنا ممكن ما نصعدش كأس عالم؟ بص يا برو، دي النسخة الـ22، وتخيل انت ما اكبر انجازاتنا ان احنا صعدنا 5 مرات كمنتخب المغرب وكمنتخب تونس. طب عملنا ايه؟ كل منتخب فيهم وصل دور 16 بس، انما منتخب مصر مالوش دعوه بموضوع دور 16 ده. المنتخب الجزائري وصل دور 16 في 2014، تونس في دور المجموعات، السعوديه دور 16 في 94، المغرب دور 16 في 86، والباقي سعادتك بنروح نلعب الـ3 ماتشات ونيجي احنا هنفتري. طيب المهم يعني لو لبسنا في الحيط الماتشين بتوع مالي بالنسبه لتونس والماتشين بتوع السنغال بالنسبه لمصر، واستغفر الله العظيم الجزائر لبست في الحيط قدام الكاميرون، والمنتخب المغربي لبس قدام الكونغو الديمقراطيه، ايه هيكون الحل؟ بصوا بالنسبه للمنتخب المغربي فرحيل وحيد خالزوتش هيكون حاجه اساسيه، مفيش حاجه تانية، لازم وحيد خالزوتش يمشي، الموضوع منتهي تماما، لان انت لابس مع اسهل فرقه على الورق وهي الكونغو الديمقراطيه، مش ذنبنا انك مش عارف تعمل شكل الفريق محترم تخليك واثق انك هتكسب المنتخب الكونغو. ليه بقى؟ لان المنتخب المغربي زي ما احنا كنا بنتكلم في كاس الامم الافريقيه ما عندوش هويه واضحه، ما عندوش طريقه لعب هجوميه، فانت بالشكل ده ممكن تعاني قدام منتخب الكونغو، وبالشكل ده ممكن تربح منتخب الكونغو بسكور، بس احنا بنتكلم على ماذا لو خيشنا. اعتقد واحد خالزوتش بعد مشاكله مع حكيم زياش ومشاكله مع نصير مزراوي والازمه الكبيره اللي حصلت دي، التضحيه بيها تكون وجبه بالنسبه للاتحاد المغربي. طب الاتحاد التونسي والاتحاد المصري؟ بص يا باشا احنا راضيين بقضاء ربنا، يعني المنتخب التونسي في كلام اعلامي كده بترمي ان مالي بقت عقده لتونس، فمالي لو كسب تونس الاعلام التونسي يقول لك يلا عادي مفيش اي مشكله نكمل في تصفيات كاس الامم الافريقيه 2023 اللي بتبدا النهارده التصفيات التمهيديه، فاحنا هنخش على تصفيات كاس الامم الافريقيه وش على طول كده وننسى كاس عالم عادي جدا بيتنسي. طيب المنتخب المصري؟ لا يا باشا احنا كده كده بعد ما وقعنا مع السنغال بنقول يا رب استرها علينا من الفضايح، فحته ان احنا هنمشي كارلوس كروش دي لا احنا هنكمل بكارلوس كروش عادي. هتقول لي ايه ده في شرط في عقد كروش ان احنا ممكن نمشيه في حاله ان احنا نلبس في الحيط وان احنا ما نوصلش لكاس العالم والراجل ما خدش كاس الامم؟ اقول لك بس الوصول لنهايه كاس الامم هيشفع على الراجل، وخصوصا لو قدم ماتشين كويسين قدام منتخب السنغال، احنا بيهمنا الاداء، وحتى لو اتغلبنا نقول لا تمثيل مشرف عادي. المنتخب الجزائري بقى هو اللي فيه مشكله كبيره جدا، لان في ناس بتحاول تبين للمنتخب الجزائري والمناصرين الجزائريين ان منتخب الجزائر عنده حل واحد بس وطريق واحد بس، وهو الذهاب لقطر 2022. طب ما في طريق تاني ممكن يتفتح عادي، احنا مش عايزين نفتحه، بس هو في طريق تاني ممكن الجزائر تروحه غصب عنها، ممكن يكون في سوء توفيق في الملعب، ممكن يكون في حظ غير طبيعي للمنتخب الكاميروني في الملعب، هنعمل ايه وقتها بقى؟ طب هنتكلم على الحكم وهنتكلم على السحر والشعوذه والكلام ده، بس المستقبل رايح على فين يا باشا؟ ما المستقبل رايح على فين؟ هل جمال بالماضي هيتحمل التدخل في عمله في حاله الفشل في الصعود لكاس العالم؟ معلش تعالى بسمع، ما هو المنتخب الجزائري في 2018 في كاس العالم في التصفيات دي خد المركز الاخير في المجموعه بتاعته، يعني منتخب الجزائر بسم الله ما شاء الله بيعاني معاناه غير طبيعيه في كاس العالم. سيبك ان منتخب الجزائر قدم احسن كره في افريقيا اخر 3 سنين، بس المنتخب الجزائري فكره عدم وصوله لكاس العالم فكره وارده، هتعمل ايه بقى بعدها؟ هتجدد المنتخب وجمال بالماضي هيطلب منه ان هو يعمل جيل زي ما جه في 2018 وعمل جيل محترم، ولا هيطلب منه انه خلاص وقتك انتهى؟ طب بالنسبه للمناصرين بقى، انت ممكن تتقبل اساسا فكره انك ما توصلش كاس عالم؟ انا كمصري متقبلها، كتونسي هيقول لك متقبلها عادي، كمغربي هيقول لك انا متقبل اي حاجه تيجي من وحيد خالزوتش. انت كجزائري متقبل فكره انك ممكن ما توصلش كاس عالم ولا لسه الفكره دي ما وصلتش؟ ما لو ما وصلتش تبقى احنا لسه بنهاتي مع بعض. هنتكلم على تشكيله وهنتكلم على ان شاء الله فرص فوز وهنتكلم على طرق لعب وهنتكلم على كل حاجه، بس انت في البدايه متقبل ان دي جيم انت ممكن تخسر فيها ولا لا؟ متقبل ان ممكن تخسر عادي من غير اي ظروف خارجيه، من غير سحر، من غير شعوذه، من غير اي حاجه؟ هذه القصه كلها بالنسبه لي. بقول لك ان شاء الله هتكسب، وان شاء الله باذن الله هتكسب، وان شاء الله هتوصل كاس عالم، بس برضه في حاجه ثانيه ممكن ما توصلش كاس عالم. هل انت متقبل الفكره دي اساسا؟ هل انت هتتقبل جمال بالماضي في حاله الفشل في الوصول لكاس العالم؟ هل هتتقبل ان هو يبدا رحله جديده وكاس امم افريقيه جديده وتصفيات كاس عالم جديده وكلام ثاني جديد؟ ما انا برضه عايز في وجهه نظر هنا ووجهه نظر هنا. لما تحب فكره الوصول لكاس العالم وتحب فكره انك الاقوى في افريقيا، لازم تحب فكره انك ممكن الظروف ما تساعدكش، تتقبلها ما تحبهاش، تقبل ان ممكن ما تكونش في يومك، تقبل ان انت تكون في الدي اوف بتاعك زي ما كنت في كاس الامم الافريقيه.
هل بالماضي هياخد الثقه وهيعيد الثقه بالماضي ان هو يبني منتخب جديد؟ هل بالماضي نفسه عنده فكره ان هو يتخلى عن الجيل الحالي؟ لان الجيل الحالي لو وصل بكاس عالم يا لهوي بسم الله ما شاء الله الكلام الحلو هيطلع ايه بالزوفه، زي الكلام على منتخب المغرب والكلام على منتخب مصر والكلام على منتخب تونس. ما انت لو خسرت هتتشلوح، كسبت هتتنطط يا باشا وتعمل اللي انت عايزه على الجمهور وتعمل اللي انت عايزه على النقاط. بس في حاله الخساره بقى ايه اللي هيحصل؟ لان احنا بادئين كده بان احنا بنقدم ان احنا ممكن نخسر. احنا في ناس تانية بتقدم ممكن تكسب، بس احنا عايزين نعمل حاجه جديده يا باشا. افرض خسرنا هنعمل ايه؟ والمنطق هيودينا فين؟ هل الجزائر تكمل جمال بالماضي وتقولوا يتقالوا انك لازم تعمل منتخب جديد تنافس بيه في تصفيات امم افريقيا 2023؟ ولا هل هياخد الثقه كامله انك تكمل بنفس اللعيبه هم ويقع في الفخ بتاع يواكيم لوف، عدم التجديد بالنسبه للمنتخب الجزائري وعدم تبديل الدماء بالنسبه للفريق؟ برضو انا بقول لك ان الفرقه كسبت هيتقال كلام تاني خالص، بس بقول لك برضو لو الفرقه لم توفق لازم الخيارات تكون مطروحه. الخيارات دي بتتعبك وبتحسسك ان في حقد وكراهيه والكلام ده، بس انا بدات بالمنتخب المصري وبدات بالمنتخب المغربي وبدات بالمنتخب التونسي، لان فكره انك ما تكسبش متاحه جدا بالنسبه للكوره. انا كمشجع لمانشستر سيتي من شهر الدوري كنت حاطه في جيب، كنت حاطه في الجيب ده. دلوقتي الدوري بيروح مني عادي جدا، هي الكوره كده سعادتك، هي الكرة كده ملهاش ثوابت وملهاش ملة. فالمدرب اللي كان من 4 شهور بالظبط وزير السعادة والشخص الأول في الجزائر بالنسبة لعالم كرة القدم ومحبوب الجزائريين بالنسبة لعالم كرة القدم، بعد 4 شهور ممكن يطلع الشخص المسؤول على فشل الجزائر في كأس الأمم الأفريقية وفشل الجزائر في كأس العالم. هي دي الكرة يا باشا، بنت جزمة دوارة، هنعمل لها إيه؟ بس أهم حاجة تتقبل بس، يعني تقبل بس. عجبك الفيديو تقبل برضه، ما عجبكش الفيديو شايف إن أنا راجل متشائم هقول لك برضه إن أنا بعد مرحله التشاؤم دي نخش على مرحله التدبيل اللي انت عايزها. ما تقلقش احنا مكملين في كل المراحل سعادتك، بس اهم حاجه تكون متقبل فكره ان الكوره مكسب وخساره مؤاخذه.